سمي شيئا يجعلك تركض. يلا. يعني اذا عندي امتحان او عندي تاخرت على موعد اضطر انه اتاخر على موعد. اتاخر على موعد. التاخير على موعد اركض يجعلني اركض. صح. وهذا الاحتمال الرابع. شو تقول انت؟ اقدر اقول يعني مطاردة حيوان ما، يعني كالكلب. مطاردة حيوان؟ لا لا حد يحكي ممنوع مني. لا وين تلتفت؟ انت صار مرتين تلتفت. لا لا وياي بالضبط. مطاردة حيوان يجعلني اركض. خطأ. الآن أنت تقررين تحاولين السؤال عليهم لو تأخذوا لكم. نأخذ لكم. فضلي فضل أخ سجاد. يلا همام. همام شو تقول؟ السؤال هو سمي شيئا يجعلك تركض. إنقاذ حياة شخص يعني. إنقاذ حياة شخص ممكن. إنقاذ حياة شخص ايضا خطا. ما اجب الاحتمالات ايضا فعلا هو دافع. اشوف واحد يغرق، اشوف واحد في مصيبه اركض لربما. اذا استاذ محمد، سماع صوت حادث او شلون نقدر نعبر عنها؟ سماع صوت حادث او انفجار هيك شيء. شلون اعبر عنها انا؟ شلون اعبر يعني؟ اقول حادث لو عنده سماعي حادث. ايه عنده سماعي حادث. والخطا الثاني من حقكم أن تشاورون الآن، تتفقون. وأخت نور، سمي لي شيء يجعلك تركضين. شنو؟ عند سماع صوت صراخ. صراخ عند سماع شخص. عند سماع صوت صراخ. صوت صراخ. خطأ. والخطأ الثالث، خلينا نشوف الاحتمالات اللي تخلينا نركض. شنو؟ ويا الموشوي. سمي لي شيء أن يجعلك تركض. مثل الخوف استاذ. ها؟ الخوف. الخوف. و الخوف. الخوف. وست سناء وياهم. ها؟ الخوف. الخوف. ثلاثة الخوف واستاذ عبد الأمير قرر. الخوف. الخوف من شيء خطر يعني. نعم. خلينا نشوف. الخوف. صح. الخوف والموعد وباقي ست احتمالات. خلينا نشوف. ثمانية. البرد والمطر. وسبعة الحاجة. ستة الاستعجال. خمسة الفرح يخليني أركض وأرقص وكل شيء أسوي. ثلاثة السباق. وأولاً السباق. الرياضة.